اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، وجه دلوقتي معاد فقره الطقس. هيئه الارصاد الجويه تتوقع انه النهارده الطقس هيكون حر على القاهره الكبرى والوجه البحري والشمال الصعيد، ومعتدل الحراره على السواحل الغربيه ومائل للحراره على السواحل الشرقيه. كمان هيكون شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لكن بالليل الجو هيكون لطيف على القاهره الكبرى والوجه البحري والشمال الصعيد، ومائل للبروده على السواحل الشماليه ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. النهارده هيكون في نشاط للرياح على كل الانحاء، هتكون مثيره للرمال والاتربه على شمال الصعيد. قبل ما نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره، خلونا نتعرف على تفاصيل اكتر عن حاله الطقس من دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه ليندا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا دكتور. بدايه عايزينك تطمنينا اكتر عن حاله طقس اليوم. احنا اليوم طبعا مستمرين في ارتفاع درجات الحراره، يمكن هي درجات الحراره تنخفض عن الامس بحوالي درجه، لان لسه متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 32 درجه مئويه. فيما عدا سواحلنا الشمالية الغربية تشهد اليوم انخفاض في درجات الحرارة عن الأمس بحوالي 4 لـ5 درجات. الأجواء خلال فترة النهار هنلاحظ فيها أنها فيها زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، فده هيساعد على الإحساس بالأجواء الحارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، أيضا محافظات شمال الصعيد، جنوب سيناء. بيكون معتدل الحرارة خلال فترة النهار على سواحلنا الشمالية، تبقى الأجواء خلال فترة النهار شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد. أما خلال فترات الليل وغياب أشعة الشمس درجات الحرارة بتنخفض بشكل كبير، فرق بين العظمى والصغرى بيوصل لـ10 و12 درجة مئوية. هنحس بالأجواء اللطيفة خلال فترات الليل على أغلب المناطق اللي موجودة في شمال البلاد، معتدلة على المناطق اللي موجودة في جنوب البلاد. بالإضافة كمان أن اليوم هنلاحظ مع فترة المساء إن شاء الله نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية. نشاط الرياح ده هيساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الربيعية اللطيفة خلال فترة المساء. بالإضافة كمان أن نشاط الرياح ده مثير لبعض الرمال والأتربة. طب إيه النصائح يا دكتور اللي حضرتك ممكن توجهيها للمواطنين بخصوص الرياح اللي هتكون مثيرة للرمال والأتربة؟ خلينا نقول ان الرياح مثيره للرمال والاتربه في محافظات شمال الصعيد زي المنيا واسيوط. فطبعا النصيحه المهمه، لو احنا هنضطر للخروج يبقى دايما لابسين الكمامات، لان طبعا هي بتبقى الاتربه بتسبب مشاكل لاصحاب مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه. القياده تبقى بهدوء تام على الطرق اثناء انخفاض الرؤيه الافقيه. طبعا احنا متوقع من غدا ان شاء الله يكون في انخفاض في درجات الحراره على كافه انحاء الجمهوريه. احنا قلنا اليوم هيبدا على السواحل الغربيه، وغدا هيشمل باقي قطاعات الجمهورية بسبب طبعا تأثرنا بكتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط، شماليات غربية قادمة من جنوب أوروبا، مع كمان وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا هيعمل غدا على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وبدوره طبعا هيحجب جزء من أشعة الشمس فيساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. متوقع غدا العظمى على القاهرة الكبرى تكون 27 درجة مئوية خلال فترة النهار، 17 درجة مئوية خلال فترات الليل. يعني بصفة عامة الأجواء غدا هتكون معتدلة خلال فترة النهار، مائلة للبرودة خلال فترات الليل، وإن شاء الله الانخفاض ده هيكون مدته 48 ساعة، يعني إن شاء الله السبت والحد انخفاض في الحرارة، ومن يوم الاثنين هتبدأ تاني درجات الحرارة تعود للمعدلات الطبيعية بإذن الله. هيكون متوسط درجات الحرارة يا دكتور بعد يوم السبت والحد حوالي كام؟ يعني احنا ان شاء الله من يوم الاثنين متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 30 درجه مئويه، فمن يوم الاثنين الى نهايه الاسبوع ان شاء الله هتكون من ال 30 الى 32 درجه مئويه. طب بالنسبه لنسبه الرطوبه والشبوره بكره وبعده هتكون قد ايه؟ هو احنا بدانا نسبيا نحس بارتفاع نسبي في نسب الرطوبه فترات النهار وفترات الليل، هي طبعا ما ارتفعتش بالشكل الكبير لكن بدات ترتفع تدريجيا، وده طبعا لان احنا داخلين على شهر 6 وبدايه تاثرنا بارتفاع نسب الرطوبه في فصل الصيف. فنسب الرطوبه خلال فترات النهار اليوم، خلينا نتكلم عن اليوم الاول، نسب الرطوبه خلال فترات النهار بتكون ما بين ال 25 لل 30 خلال فتره النهار، خلال فترات الليل ما بين ال 80 لل 85%، لكن غدا نسب الرطوبه هتكون مرتفعه نسبيا لان الكتل هتبقى قادمه من على البحر المتوسط، لكن مش هنحس بيها قوي بسبب وجود امتداد المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا.
أما عن وجود الشبورة المائية فاليوم تكونت شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. هي شبورة مائية خفيفة تلاشت مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا من بداية الساعة 7 بدأت الشبورة المائية تتلاشى، ما أثرتش تماما على حركة المرور. غدا مش متوقع تكون شبورة مائية، يعني يوم السبت والحد ان شاء الله مش متوقع تكون شبوره مائيه، لان احنا طبعا زي ما بنقول في امتداد لمنخفض جوي ما بيساعدش على تكثف الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، فما فيش ان شاء الله شبوره مائيه، لكن متوقع عوده وظهور الشبوره المائيه ان شاء الله من يوم الاثنين. لكن برضو نطمن كل الساده المشاهدين، هي الشبوره المائيه ما بتاثرش على حركه المرور تماما، هي تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه احيانا، واحنا دايما بنحذر ونقول القياده بهدوء تام على الطرق اثناء تكون الشبوره المائيه. شكرا دكتور منار. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه، وهنبتديها كالعاده من القاهره. بتسجل العظمى في القاهره 32 والصغرى بتسجل 19، الاسكندريه العظمى 24 والصغرى بتسجل 18، مرسى مطروح العظمى 22 والصغرى 16، سيوه العظمى 33 والصغرى 19، بورسعيد العظمى 29 والصغرى بتسجل 19، دمياط العظمى 30 والصغرى 19، الإسماعيلية العظمى 32 والصغرى بتسجل 19، السويس العظمى 32 والصغرى كمان بتسجل 19. هنروح للعريش، العظمى فيها 28 والصغرى 18، طابق العظمى 37 والصغرى 25، سانت كاترين العظمى 27 والصغرى 13، شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 24، الغردقة العظمى 35 والصغرى 24، الفيوم العظمى 36 والصغرى بتسجل 22، بني سويف العظمى 36 والصغرى كمان 22، المنيا العظمى 37 والصغرى بتسجل 21. هنروح لأسيوط، العظمى فيها 37 والصغرى 22، سوهاج العظمى 38 والصغرى بتسجل 23، قنا العظمى 39 والصغرى 23، الأقصر العظمى فيها بتسجل 40 والصغرى بتسجل 24، أسوان بتسجل النهارده أعلى عظمى وهي 41 والصغرى بتسجل 25، الوادي الجديد العظمى بتسجل 40 والصغرى 25، شلاتين العظمى 35 والصغرى بتسجل 23، وأخيرا حلايب العظمى بتسجل 30 والصغرى بتسجل 22. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لمصطفى وباسنت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم.